هنسجل ان شاء الله هو تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية يا حبايبي في أشعات الإكس راي، ودي المحاضرة الثانية والأخيرة. هتبقوا شايفيني الباقيين هيبقى في السي دي بتاعنا، وإحنا بنشرح على السي دي. أشعة مهمة وصعبة، وللمرة الألف لما أقول أشعة صعبة على جنب اكتب إيه الأشعات الصعبة، عشان لما تشوف أشعة ما تعرفهاش فكر لا تكون دي واحدة منهم. باريوم نيل انترندرنبرج فيها هيتس هرنيا، اي ضيافراج مش كده؟ قلت لك اتعلم جدا انك تشوف الضيافراج، وادي اوسافجس، وادي ستومك، والكارديا راحت، ودي اسمها سلايدنج هيتس هرنيا. يا اما لا هي كده، وادي الكارديا لكن في بارا اوسفجيال هيتس هرنيا. اعرفها ازاي؟ في البيريوم ميل يا اولاد كتير قوي العاديه خالص هتشوف السمول انتستين. ليه؟ ما انا اثناء البيريوم ميل شويه بيريوم عدوا، فتلاقي في ذا ري ابييرنس بتاع الانتستين. في البيريوم سوالو كتير قوي هتشوف الاستومك، ليه؟ شويه بيريوم نزلوا الاستومك. طب في البيريوم ميل ترندرنبرج هتشوف الاتي، هتشوف الاستوفجس لان البيريوم طلع فيه، وهتشوف ممكن تشوف انتست، لان لما كنت عملت البيريوم ميل الاول اليوجوال ستادي بتاعتي قبل ما اقلبه ترندرنبرج كان حابه عدو ممكن، وبعدين هتلاقي البيريوم في الفاندس بتاع الاستومك، في الفاندس بتاع الاستومك. وهتلاقي، واهم كلمه هقولها لك، طبعا هنا مش هتلاقي ريفلكس. طب لو ايه ريفلكس؟ يبقى ميكس التايب، والصوره الموجوده في السي دي كده، الكارديا عاليه ففيها ميكس التايب، بارا اوسوفجيال مع، طب البارا اوسوفجيال سهله اسمها بارا اوسوفجيال، الماسوف بيريوم اللي فوق الدايفراج جنب الاوسوفجس، اما هنا الماسوف بيريوم اللي فوق الدايفراج تحت الاوسوفجس. يبقى ده باختصار هتلاقي اشعه في بيريوم في الاستومك، هنا هتلاقي الروجيه تعود تشوف شكلها وتحفظها، هتلاقي البيريوم في الفندس، هتلاقي بيريوم راجع على الاسفاجس، ممكن تلاقي بيريوم في سمول انتستين. يتبقى ملحوظ، انا تعبير سيستم عشان ده تراث سيستم، كعبيره فوق الضيافراج. عيب الكلمه دي يا جدع، الكعبيره ايه؟ ماليش دعوه، دي اللي جت في دماغي، وانت ابني تستحملني وبنتي تستحملني. لما تلاقي ضيافراج في اشعه وتلاقي فوقيه بوتش بيريوم، ديا بالنسبة لك انت ديا عبارة عن هيتس هرنيا، لان ايه اللي يعمل ده عندك غير ديا؟ الا لو قلنا بقى في حاجة اسمها اوسوفجيال دايفرتيكولم، وديا مش هتجيلك وان كان في حاجة اسمها كده. يبقى دي البيريوم ميل ان ترندرنبرج بوزيشن. البيريوم انيما نظرية صباع المحشي، حاجة تقرف خلاص، ما حدش فهمنا. لكن هي هنا صباع محشي ريزل، مش زي الاوسوفجس ولا زي البيلياري اللي هشرحها لك كمان شويه، دي اسهل صباع محشي هي والانجيوجرافي. ليه؟ الكولون يا حبايبي للاسف شديد اللينث بتاعه فيري فاريبل، قاعد يلف لنا ويطلع ويرجع كده اهو، وتلاقي بقى اوفرلابس ليك في الضايف انت مش شايف، يعني محتاج الكولون منك لو سمحت خد القاعده دي، مهم جدا، امشي معاه بشويش من تحت لفوق. هو القانون ان في اي ضاي تمشي معاه في اتجاهها، يعني بيريوم سوالو تمشي من فوق لتحت، كلام بديهي جدا، البيريوم انها من تحت، بس هنا امشي بشويش لو سمحت. يعني ممنوع بالذات في البيريوم ميل وبيريوم انما، ارجوك ممنوع كده تقول ايه دي كذا، ايه ده عملت ده؟ المهم ده اسمه حماس الشرح، فممنوع كده اهو. انما لا، ممكن اول حاجه بيني وبينك في البيريوم سوالو تبص تقول دي كذا، في الانجيوغرافي تبص بسرعه تقول قرار، انما في الفراكشرز طبعا، انما لو سمحت بيريوم ميل بيريوم انما اهدى شويه، ما تاخدش قرار سريع، ما تشوفش حته تاخد عينيك، امشي بشويش من تحت لفوق عشان توصل للتشخيص بتاعك. ده واحد، هتلاقي الهوستريشنز موجوده، ممكن في دبل كونتراست، قلنا ايه دبل كونتراست؟ فضينا البيريوم وحققنا هو، لو قال لك في الطيب وصلي بيريوم انما اصح، ما تقولش لا غلط دي دبل كونتراست، ما دبل كونتراست دي حاجه في البيريوم انما، ما فيش اي حاجه غلط. تعالوا ايه بقى احتمالات الابنورماليتيز الموجوده في الكولون؟ اول واحده كارسينوم
بالمناسبة الكارسما في الصفجس في ستومك في غيره لو عاملة استريكشر اسمها انيولار استريكشر اسمها انيولار استريكشر. فالبريم ماشي وبعدين حصل ان هو ادي كارسينوما وبعدين راح مكمل كده اهو. فالبريم كده سمينا دي ابل كور. لن يفهم الابل كور حد غير لحد سافر فرنسا. في فرنسا بيعملوا يا حبايبي لما ياكلوا التفاح يسيبوا الحته اللي في النص اللي هي الكور بتاع التفاح. احنا لا طبعا بناكل كله طبيعي يعني. فانا شفتها في منظر غريب جدا ياكل التفاحيه زي عشان كده رسمتها لكم نزلت الصوره في الكتاب عشان انت مش هتقدر تتخيل يعني ابل كور. الكلام ده غلط طبعا يا ولاد العكس ده الكور ده اجمل حته في التفاح وفي مربى اسمها مربى كور التفاح لو تعرفوا واللي اطعم الحقيقه كمان مربى كور التفاح. عارفين الورقه الملزوقه على التفاح من بره دي ناس ترميها اوعى دي طعمه جدا. وبعدين في بقى مربى ورق التفاح اللي هي الورق اللي بره دي تجمعها ملا مربى لطيفه جدا. المهم فاسمها ابل كور او يا خلاء فيلينج ديفكت نفس القواعد العامه يا حبايبي فيلينج ديفكت فانجيتنج ماسك ده هو موجود كارسينوم. طب ايه تاني اشوف في البريم انيما السراتيف كورايتس الاقي الكولون نارو وما فيهوش هاوستريشنز وبايب ستيم لكن في تكه مهمه قوي. لو لقيت بريم انيما ماشيه كويس لكن في حته في الترانسفيرس كولون مديها المنظر ده اوعى تشخص السراتيف. الالسراتيف من تحت لفوق نو سكيب ليجنز مش حاسس ان عنده السراتيف ترانسفيرس بس الحقيقه الليفت كان كويس. لا ممكن قوي تبقى الليفت كويس السراتيف الباقي كويس صح ينفع يبقى السراتيف كولايتس. ايه تاني بوليبوزيس كولاي فيلينج ديفكتس مع ايه بقى ما احنا اتعلمنا كده والاقي في فيلينج ديفكتس ودي هتبقى في احنا قلنا زمان حط عنوان للي قدامك. طب عنوان بقى البوليبوزيس دي فاميليال بوليبوزيس او بالهرزيال بوليبس او كولونيك بوليبس عموما لو كتير قوي فهي فاميليال بوليبوزيس حتى يثبت العكس. خدوا بالكم الحته الفلسفيه اللي هقولها دي البوليبوزيس كولاي فيلينج ديفكت فالمنظر ده كله ابيض ده كله ابيض وده اسود العكس منه الدايفرتيكولي. الدايفرتيكولي لما نفضي البريم من الكولون فتلاقي الكولون ما فيهوش حاجه بقى لونه اسود لكن في نقط دواير بيضه اللي فضل فيها الداي بالدايفرتيكولي ده ممكن يبقى منظره. لكن الاكتر او نجيبها لك كده دايفرتيكولي بروترودنج من الكولون وتبقى في السجمويد غالبا. طيب مش هيجي لك البري دايفرتيكولار ديزيز اللي هي السو تيف ابييرنس اللي هي اسنان المشط مرحلة السبازم في الكولون دي مش هتجي لك. هيجي لك دايما الاكشوال دايفرتيكولي. ايه تاني في الكولون هيرشبرانج ديزيز بتاعتنا بقى في جراحه الاطفال. في الهيرشبرانج مهم قوي تعرف ان احنا بنعمله من غير تحضير. احنا اي بريم انما نحضر عين انيماز عشان تبقى كله فاضي ايش عندي ستولز اتلخبطني ده فيلك ديفكت ده حكايته. لا هنا ممنوع احضره ان عايزه يبقى دايليتد زي ما هو مش يكون لابس مني فما يبانش. وبعدين احقن اقل كميه ممكنه اول ما اشوف الفانل اقف وهقول لك ليه. فالبريم انيما الهيرشبرانج ادي حته نارو هي مش نارو ولا حاجه هي طبيعيه بس احنا بنسميها نارو وادي الفانل وادي الدايليتد كول. اول انت ما حقنت في طفل كده شفت المنظر ده بتكمل ليه؟ غلط تكمل. طب في كبير وانت بتحقن لقيت كارسينوما سيجمويد خلاص فيلينج ديفكت موجود تكمل ليه؟ لا اكمل عشان المالتيبل مالجنسيس في الكولون. ففي الحالات الثانيه بنكمل لغايه الاخر لكن في الاطفال اكمل ليه؟ ما عنديش احتمال باثولوجي تاني عشان كده بنحقن كميه قليله اول ما اشوف الفانل اوقف. هتشوف اشعات هيرشبرانج مكمل لغايه الاخر قله خبره بس دكتور اشعه لكن اي حد دكتور اشعه فاهم كويس بس اول ما شاف فانل وقف وما كملش الاستادي. ايه تاني في البريم انما الانتا سسبشن الانتا سسبشن بتبقى منظرها كده انا عملت ايه؟ طب اخدها كده لما تحقن البريم اهم تكه هتلاقي الريست اوف داي بالمنظر ده اسمها كلوساين وبعدين هيخش البريم في الحته الرفيعه دي وهنا في ميكوزا كان ده مشروح في النظري فيديلك حاجه اسمها كولد سبرينج ساين
يبقى الانتر سسبشن اهم حاجه تلاقي الريست اوف داي وقف. مش شرط بقى تشوف كولد سبرينج، لكن هتشوف اكيد الكروساين الوقفه دي شكلها كده، يبقى دي الانتر سسبشن. تمام. ابص عشان بنسى، ما انتوا عارفين السن يا اولاد السن. بقيه البريم انيما خلاص، الكارسينوما دايبرتيكلي ألسراتيف بوليبوزيس هيرشبرانج انت السسبشن خلاص البيلياري سيستم. بص يا حبايبي انا بتكلم راديولوجي دلوقتي مش كلام النظري. انا النورمال النورمال بايل داكت في البيلياري في اي بقى انجيوغرافي في اي كولانجيوغرافي هتعملها ايه هو؟ اولا نوت دايليتد، حجمه المفروض في السونار 7 مللي، هنا اكبر شويه عشان الراديولوجيكال ماجنيفيكيشن توصل ل 9 مللي. اتنين مفيش فيلنج ديفكت، مفيش ستريكشر، مفيش دايلاتيشن لا انترا ولا اكسترا هيباتيك، لو سموث تيبرنج لور اند، ما يلخبطكش ده طبيعي، سموث تيبرنج لور اند. البنكرياتيك داكت يبان او ما يبانش، الجول بلادر تبان او ما تبانش، مش شرط تبان. ده باختصار ازاي بقى هوصل انا للبيلياري سيستم دون وهتجيلك اشعاته؟ هيجيلك واحده من ثلاثه، يا اما الاي ار سي بي، ودي سهله جدا كتايب اوف ستادي. ليه؟ لان انت هتشوف الانبوبه بتاعت المنظار اوباسيفايد واضحه جدا. طيب هتكومنت على ايه في الاي ار سي بي؟ اكتب معايا، هتكومنت على البايل داكت دايليتد ولا لا؟ في فيلينج ديفكت ولا مفيش؟ بنكرياتك ضغط باينه ولا مش باينه؟ ممكن يسالك عنها، ايه الاهميه؟ بالنسبه لك مالهاش اهميه. لكن بيسالك زي ما قلت لك زمان، هو عايز يطمن ان عينك بتعرف تشوف وبتعرف تشخص. هيسالك على الجول بلادر، شايفها ولا مش شايفها؟ برضو عشان يطمن انت عينك بتشوف ولا ما بتشوفش. ده بيحصل ار اي ار سي بي. السؤال، هل ممكن الاقي اي ار سي بي نورمال؟ اه. طب ازاي؟ نورمال وعملنا له اشعه ليه؟ لا يا حبيبي انت فاهم غلط. هو العيان جالي العياده عنده جول ستونز، بقول له جالك صفره قبل كده؟ سؤال لازم عندنا. قال لي اه ده جالي صفره والبول عندي عامل زي الشاي. من امتى؟ من شهرين. طب ما انا قبل ما اخش يا حبيبي اعمل له انا كوليسيستكتومي، اتاكد مفيش ستونز في بالدكت عشان لو في بالمره يشيلها لي. فبعته يعمل اي ار سي بي فيري كومن، يقول لي مفيش حاجه. امال ايه اللي حصل من شهرين؟ حصوه رفيعه 3 مللي 4 مللي قفلت لحظه وعدت خلاص خلصت. فممكن تلاقي ار سي بي نورمال، مش شرط الاي ار سي بي، مش شرط يكون العام بتاع دون جونز خالص نهائي، بالروبين طبيعي ما عندناش مشاكل فيه، ملوش كونترا انديكيشن جوندس خالص. هو ده ما بعمله في الجوندس بالروبين 20، وبفكرك بالنظر الدياجنوستيك والثيرابيوتيك، وحط عنوان للموضوع، لقيت ستون في البايل داكت يبقى انت عنوانك كالكولر اوبستراكتيف جوندس، اتس تريكشر يبقى انت عنوانك مالجنانت اوبستراكتيف جوندس. شكرا. ويسالك عليه هو ككومبليكيشنز وايه اللي يعني كلام نظري. الطريقه الثانيه اوصل بيلياري سيستم بيها ان انا اعمل بي تي سي، ادي الليفر اهو، وهنا في اوبستراكشن دايليتد انتر هيباتيك بايل داكتس، دخلنا عملنا بي تي سي. هتكومنت على ايه في البي تي سي؟ هل في بي تي سي نورمال؟ لا الحقيقه كنا زمان نعرفش نعملها في حد، لكن ما مش محتاجه خالص. انا بعمل بي تي سي في حد هو عنده جونز، وعايز اعرف الدنيا قافله فين، فلازم بايل داكت دايليتد، والابره مش شرط تشوفها، الشيبه نيدل رفيعه قوي في وسط اكتب على البي تي سي شجره في الرايت هايبوكوندر، هتلاقي شجره كده ومفيش الانبوبه بتاعت، مش شجره برضه في الاي ار سي بي، لكن مفيش الانبوبه او المنظار بتاع الاي ار سي بي. تمام. اهم حاجه هنا سؤال محدد، فين السايت اوف بلوك؟ هتمشي مع البادك دايت، وقف هنا خلاص استريكشر بقى فيلينج ديفكت زي ما يكون ده البي تي سي. هتسأل على الكومبليكيشنز بتاعته وعلى عين ده جوندس حكايته، سهله جدا. الطريقه الثالثه نوصل للبيلاري باسجز، التي تيوب كولانجيوغرافي، هتلاقي الشجره هي هي، بس هتلاقي انبوبه طالعه بره الاشعه،
انبوبه طالعه. يبقى انا لما اشوف بيليري باسجز دايما هتلاقي الصوره مصوره بس رايت هايبوكوندريوم. طب ليه مش اصور كل البطن؟ وليه اصور كل البطن؟ غلط اصورها كلها. راديشن هازارد اكتر، كمان اوفر فلوس. فيلم قد كده بدل ما فيلم قد كده. طيب فلما تلاقي رايت هايبوكوندريوم بيليري باسجز هتبص يا ترى في المنظار يبقى ده ار سي بي. يا ترى في الانبوبه دي طالعه لبره يبقى دي تي تيوب. لا ده ولا ده يبقى دي ان البي تي سي ومش شرط تشوف الشيبانيدل. طيب في التي تيوب هتعلق على ايه؟ هتعلق اهم حاجه في فيلينج ديفكت ولا لا؟ ما نعملها عشان كده. لو ما لقيتش فيلينج ديفكت هشيلها، لقيت فيلينج ديفكت هخليها. طيب اتنين، يا ترى في فري فلو اوف داي للديودينم، للداي كده نازله في الانتستين ولا لا؟ بالمناسبه ممكن تلاقي فيري كومن فري فلو وفي فيلينج ديفكت، مش الاثنين في فيلينج ديفكت هيقفل، مش شرط عايم في وسط الداي. فدول وفي دايليتد بايل داكت ولا فيش دايليتد بايل داكت، وتفتكر دي بوست اوبرتيف بعد 10 ايام من العمليه التي تيوب كولانجيوجرافي. اخر حاجه في البيلري بتجي لك اسهل اشعه في الدنيا، اورال كوليسيستوجرافي. اكتب كده يا سيدي هتلاقي جوافايه في الرايت هابوكوندر او كمتريه في الرايت هابوكوندر بس. اوباسيفايد جول بلادر بالداي. عايز اعرف فيها حاجه واحده، ايه هي؟ في فيلينج ديفكت، طبعا هجيب لك فيلينج ديفكت مش هجيب لك نورمال. في فيلينج لكن ممكن يكون في اورال نورمال لكن فيلينج ديفكتس. هيهمك او دي مالتيبل سمول ولا كبيره؟ عشان طبعا مالتيبل سمول دي اكتر ريسك انها تعمل جونديست مايجريت للبايل داكت. الحقيقه البيلر يا اولاد من اسهل الاشعات، عاشت مع ادى الناس هي والفاسكولار، لا دول من اسهل اشعتنا على الاطلاق لان دي كلاسيك صباع محشي رائع بايل داكت حقنها ضايق وبتبص دايليتد مش دايليتد، فيلينج ديفكت لا، استريكشر لا، كلام سهل. طيب صورة السونار الوحيدة الموجودة في السي دي بتاعنا هي بتاعت ال هي بتاعت الجول ستونز. السونار صعب قوي تفهموه، لكن بقول الكلام لو جت صورة سونار عندك بتكلم طب القاهرة يبقى دي غالبا جاي عشان جول ستونز. الاي في بي احنا راديولوجيكال انفستيجيشنز يورينري تراكت اللي هيجي لك انت الاي في بي انترافينس بايلوجرافي او انترافينس يوروجرافي، والاثنين صح والادق كلمه يوروجرافي لان انا بصور رينال بيلفيس ويوريتر وبلادر حتى يوريثرا. يلا يوريثرا اشواط حقيقه والحقيقه فوت كلمه يوريثرا دي مني، لكن لغايه بلادر. النورمال اي في بي ارسم معايا ادي تي 12 اللي 1 2 3 4 5 6 النورمال اي في بي بيلفيكال سيل سيستم اوبزيت 1 2 3 4 5 لا 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 طيب زي بعض ده ما حصلش حاجه اهو. النورمال بيلفيكال سيل ادي الكدني اهي نورمال رينال بيلفيس تراينجولر 3 غالبا مش شرط 3 بيلفيكال سيل سيستم. لو خدت كابينج يعني كونكيف وفي النص في ويست اليوريتر ماشي على تيب ترانسفيرز بروسيسز ولاترال نورمالي يا اولاد نورمالي ما نشوفش اليوريتر كله في صوره واحده لكن هتشوفه كتير ومش هنعلق لك عليه. يعني لو يوريتر كله في صوره واحده ده كلام الثيوريتيكال ده عيان بادئ هيدرو يوريتر لكن ده ما تشخصش بس بقولها لك يعني ليه؟ عشان كريستالتك ويفز اللي فيه. وبعدين هشوف بعد كده البلادر بعد اليوريتر البلفيكال سيل سيستم نورمالي اوبزيت 12 1 2 3 الناحيه اليمين اوطى سنه من الشمال ليه؟ عشان الليفر يا حبايبي. البلادر نورمالي هتلاقيها فول اكتب معايا فول وسموز وممكن يكون فيها سموز اندنتيشن ده نورمال بالسيجمويد او باليوترس which is more common in females اليوترس انتوا عارفين رير ان ميلز. طيب فدي البلادر وبعد بتبدا تصور بعد 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه لغايه ساعه.
والمفروض بعد دقيقتين لثلاث دقائق تبدا تبان الضي فورا، ده وقت قليل جدا، تبدا تبان الكونترا انديكيشنز بتاعتها. لو اليوريا اكتر من 100 مش هتبان، الكدني مش هتخرجها كويس، هتبقى فيري دايلوت الضي في نشوف حاجه. لو في اكيوت انفكشن لا، لو في اهم واحده الرجي للضي عشان لازم نعمل تسمعوا حاجه اسمها جرو حساسيه الصبغه والكلام دون. الناس مرعوبه من كلمه اشعه بالصبغه، ملهاش اي خطوره يا اولاد، لا دي ولا في غيره. كلمه اشعه بالصبغه مش اي اهميه ما دام ما عنديش كونترا انديكيشنز، مفيش اي مشاكل خالص في الصبغات. عشان بس فتحت الموضوع ده، لا يعني لو هنعمل صبغات كثيره جدا ليها مشاكل احيانا، لكن اللي بيعمل اشعه بالصبغه مره ولا مرات مره كل 3 سنين ولا كل سنتين ولا اي اهميه. وانا شخصيا عملت اي في بي دي 3-4 مرات، ليه مش عارف. المهم يبقى ده نورمال اي في بي. ايه الاب نورماليتيز؟ اول واحده هايدرونيفروزيس، الاقي دول دايليتد. لو رجعت للنظر هتلاقي ديجريز هايدرونيفروز ولوس اوف ويست، فلاتنينج، كلابنج، بالونينج. مش هجيب لك انا لوس اوف ويست، مش هجيب لك الهايدرونيفروز اللي عامله كده بدايتها، لا 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 لا، هجيب لك على طول حالات واضحه جدا دايليتد هايدرونيفروزيس. يبقى ده لما اشوف هايدرونيفروز يهمني ابص عارفين هي يوني ولا باي. فلو باي لاترال تبقى القفله تحت عند البلادر. طب لو يوني لاترال اشوف انا ماشي واقف فين، عند الميديوريتر، عند بيو جي بيليوريتيك جانكشن، يبقى اشوف واقف فين، ده الهايدرونيفروزيس. كتر خير. ايه تاني يجي لك هنا؟ هو يجي لك رينال ماس، طلع هنا هو سي دي هايبر نفروم، هتزق البلفيك لازم تحت وشدت الكدني لبره، فتعمل ديستورشن في شكل البلفيك كالسيال سيستم، يبقى امبيوتيتد كالكس. اللي باقي لك ايه في الصوره هنا؟ باقي لك ده كده، هتلاقي الكدني زال تحت كده هو وستريتشت كده وكده وبس مثلا. فانت هتبص في ناحيه الكدني مش لاقي حاجه، بص في الناحيه كلها لقيت وانا في اي في بي، ما انت عندك الكدني الثانيه باينه يعني حته اي في بي. فابص لقيت عندي حته بيضه ديستورتد، شكلها خطوط، شكلها مش بيلفيكال سيستم واضح، ديستور وديسبليزد، يبقى دي رينال ماس من الاشعاعات اللي مش سهله في الاي في بي يا اولاد. طيب ايه تاني في الاي في بي يبان لك؟ حاجات في البلادر، الاقي فيلينج ديفكت، لاترال فيلينج ديفكت، كارسينوم على طول قولا واحدا. الاقي دايفرتيكولم، خلاص دايفرتيكولم دي سهله. الاقي بيزل فيلينج ديفكت، البيزل فيلينج ديفكت ده لو كان سموز ميدل لاين يبقى ميدل لوب بروستيت، لو كان بتر فلاي بالشكل ده اسمها تو لاترال لوبس بروستيت. هل ممكن يكون الاثنين مع بعض؟ اه ممكن، تلاقي واحده هنا كان فيها سموز اندنتيشن يبقى لاترال وميدل لوب. هل ممكن في بروستاتيك كارسينوما الريجولار بيزل فيلينج ديفكت؟ ممكن وصعب قوي عليك وما بتجيش خلاص. ايه تاني في الاي في بي؟ الهورسوكيت، في حاجات كونجنتال انوماليز، دبل بيلفيس دبل يوريتر سهله جدا، تلاقي تو يوريترز ماشيين وتو بيلفيسيز. طب الهورسوكيتني صعبه. بص يا اولاد، النورمال بيلفيكال سيستم، بيلفيكال سيستم كان فيسنج لاترال، هو لما اتخلق زمان ما كانش كده، كان مكان في البيلفيس كان فيسنج ميديال وهو طالع بيلف، فالهورسو كدني ما طلعتش للاخر عشان انفيرو ميزنتريك وقفها، فتلاقي التو بيلفيكال سيستم ات لوور ليفل، وهتلاقي اتنين لفوا الابر وميدل كيلكس، لكن اللور كيلكس لا ما لفش، فيسنج ميديال فيري كاركترستيك، فتلاقي المنظر كده. ادي الهورسو كينيا، تلاقي تو، ممكن تلاقي حتى السوفت شو بتاعها باين، بس الاهم من ده انك هتلاقي اللور كيلكس فيسنج ميديال. وطبعا الحين يبقى راكب على السباين فانت مش شايفه قوي، الهورسو كينيا اشعه سهله مش صعبه بس محتاجه تركيز منك. الاكتوبيك كيدني، بصيت ما لقيتش الكيدني، بص تحت عند البلفس هتلاقي بلفيكال سيل سيستم. طب ازاي افرق دون من الرينال ماس؟ لا هتلاقي بيلفي كالسيال سيستم كامل واحد، لكن برضه خد بالك ما هو ما دام ما طلعتش هيبقى عندي مشاكل في الروتيشن،
فتلاقي ممكن كيرسز فيسنج ميديال او فيسنج ليك في وشك. طيب ده اتنين تلاتة هتلاقي اليوريتر بتاع الاكتوبك كدني مش طويل، لان عمليه حاجه اسمها توز دي كدني، الكدني بعد ما طلعت لفوق والراجل عن لوست ويت فبقت بتسقط لتحت، هتلاقي بيلفي كالسيل سيستم نورمال فيسنج لاترال واليوريتر تورشوس، يبقى دي اسمها توز دي كدني. اما الاكتوبك كدني بيلفي كالسيل سيستم ديستورد هي لكن كامل، هيلخبطك مع رينا الماس، عجبني اللي قال الكلام ده صح يا ابني، يلخبط سنر مهمه، وهتلاقي اليوريتر ما مطلعش اصلا، فمفيش تورشوس يوريتر، يبقى الاكتوبك كدني عندك. ايه تاني معانا في اليورولوجيكال انفستيجيشنز؟ اوعوا تذاكروا الكتاب الزبائن قصدي الحلو ده. ها طيب دبل بيلفس هورس شو كيدني الاكتوبيا بازايكا، هتلاقي سيباريتد سيمسيس بيوبس في البلين اكس راي في طفل. طفل يعني ايه؟ هتلاقي ابفيزال كارتليج بتاع الفيمر مش لاحم، هتلاقي الاستابيولم نفسها مش لحمه، طفل صغير. بلادر دايفرتيكولم حاطط لك صوره انها غريبه جدا، بوليسيستيك كدني ما تنزلكش، واكلمك عنها. الهايدرو ورينا الماس والكارسوما بلادر بي بي اتش كارسوما بروستيت انجريز، كنت هنسى الانجريز. الانجريز لو في دماغك اشعه سهله جدا، لو مش في دماغك اشعه صعبه جدا. فهي بالاخر هتلاقي اي في بي والداي طالعه بره الكدني يبقى انجري، هتلاقي سيستوجرافي الداي نازله والداي خارجه بره البلادر. بالمناسبه السيستوجرافي نوعين، ديسندنج سيستوجرافي دي بارت من الاي في بي، يا اما اسندنج سيستوجرافي لا ان هتلاقي قسطره طالعه من تحت في اليوريثرا وبحقن بيها داي. يعني من الاسئله الرزله بتاعت زمان كان يجيب صوره مش كله، يجيب بس على السيستوجرافي ويقول لك ده اي في بي. طيب زي اي في بي انا اقول يقول لك لا، ما دام قلت اي في بي يبقى فيها بايلوجرافي وانت مش شايف رينال بيلفس، فاي في بي غلط، المفروض اي في يو ماشي او ديسندنج سيستوجرافي صح. يعني بدي لك مثال للاسئله الصعبه اللي انا لو بدانا نشغلك بيها حبيبي وهي ما بتجيش دلوقتي ولا هتيجي، هشغلك بطب تاني خالص غير انت شغال فيه، فركز في ادائك. طيب فرينا الانجريز هتلاقي في اكسترافازيشن اوف داي سواء من البلادر من الكدني من اليوريتر حتى، ده اسمه يورينري تراكت انجريز. اما البوليسيستيك كدني هتلاقي البلفيكال سيل سيستم دون، اولا الكدني كبرت قوي وبعدين بقى عباره عن خطوط كده، هو مشدود عليه بالايه؟ بالسيستس، ودي اللي اسمها سبايدر ليج ابييرنس، ولازم تكون بايلاترال لان مفيش يوني لاترال بوليسيستيك كده. طيب ايه اللي بعد كده؟ اورثوبيديك اسهل اشعات الفراكشرز والديزيزز، وانا بادئ بالديزيز بشرح الديزيز الاول. الديزيز مش سهل قوي، الديزيز مش سهل قوي، اللي سهل قوي الفراكشرز جدا. بفكرك ان دي عظمه، انا طبعا متعمد ما اشرحش نظري تاني، ما بنشرحش الطب ثلاث مرات يا ولاد ولا خمس مرات، هي مره واحده نظري خلصناه، ودي اهم حته في عمرك، خلص الرو ماتيريال معاك نظري قوي ملموم قدامك، وبعدين بقى سهل قوي كل الحاجات التانيه دي. طيب ده اسمه الابيفيسز، نص العظمه اسمه الديافيسز، الحته اللي بعد الابيفيس اسمها ميتافيسز. من الديافيسز التيومرز يا ولاد، في تعبير قوي المفروض انك تقوله في اي كومنت، لو انت بتكومنت بقى الاكس راي في ايدك، في بون اكسباندنج ليجن، فهتلاقي عندك مثلا لو بون اكسباندنج عند الديافيسز ده غالبا ايوك ساركوم، مش شرط تشوف الاونيون بيل، مش شرط يكون على الناحيتين. لما الاقي بون اكسباندنج ليجن هنا عند الميتافيسز رافع البري اوستيوم ده وان اوستيو ساركوم، مش هتشوف سان ريز ولا هتشوف جوست اوف كورتكس. لما الاقي ليجن طالع عند الابيفيسز وترانسليوسنت
يمكن تلاقي خطوط رفيعة او ما تلاقيش، ده اوستيوكلاستوما، مش هتشوف صبة بالابيرنس لا، لكن ترانسليوسنت ليجن بون اكسباندنج ليجن. لما الاقي طالع من الميتافيسز بدانكيوليتد ماس، دي اوستيوكوندروما ودي بريكانسرس مي بي مالتيبل. لما الاقي في فلات بون، انا عارف اللي في قلبكم، المحاضره اللي فاتت ما كانش معاه قلم يرسم بيها، دلوقتي فرحان بقى بالقلم، قاعد مالي السبوره كده بقى. صح بصراحه انا من ساعه ما جيت حتى قبل ما اسجل ماسك القلم وقاعد ارسم بيها على الحيطان في البيت. بصوا يا حبايبي، ادي ايليك بون، الاقي حاجه اسمها فلافي كوتون ابيرس. احنا تشبيهاتنا في في الراديولوجي كتير منها ملوش علاقه بالواقع. لا، الفلافي كوتون فلافي كوتون اللي هي كوندروساركوما. انا عاملها جدول، ده مهم، هو ده مهم تقروه، السيل اوف اورجين بتطلع منين، ده مهم، كل تيومر من دول. فلافي كوتون ليه بقى؟ عشان فيها كالسيفيكيشنز كتير. طب لو طلعت فرونج بون بتطلع فين؟ بتطلع في الايبيفيسز، هتلاقي عند الايبيفيسز فلافي كوتون ابيرنس. كتر خيرك. من الديزيزز هايبر باراثايرويديزم، فالسكال حاجه اسمها سولت اند بيبر ابيرنس، صعب جدا تشوفه خالص. فكنا زمان نقول للناس لو شفت سكال نورمال تماما، مفيش بقى سيلا ترسيكا دايليتد، مش حاجه زي كده، بالونك سيلا ترسيكا ومفيش حاجه تانية، يبقى فكر دي السولت اند بيبر ابيرنس بتاعت الهايبر بار. بتبقى السكال سودا لانها راريفايد وفيها نقط بيضاء كتير قوي، دي واحده. الهاند برضه هتلاقي عندك مالتيبل سيستس. طب ايش افرقني ده من ده؟ صعب عليك الحقيقه يا اولاد. هقول كلمه مهمه، كنا زمان الناس تدرس لكم الاكس راي تقول له ايه يا جماعه، ما تقلقوش هتقرا الاسئله تعرف تشخيص. الكلام ده هبل، مش ممكن انا غبي لدرجه ان اعمل لك بيريا مسوالو وبقول لك ايه ان ديس اكاليزيا اوف ذا كارديا؟ ابدا، ده انا حاطط لك اسئله تنفع لكل حاجه، مشيت في السكه دي تمشي، مشيت هنا تمشي. انما للامانه اشعات الهايبر بارا والكلام ده واعي يطلع برانا، او يكون حد بيسجل عليا، ممنوع حد يسجل، ما تسجلش صور لو سمحت. الهايبر بار لو جت هاند دي هايبر بار، حتى مالتيبل سيست وجيب عشان هايبر بار. الحاجه الثانيه الهايبر بار الحقيقه من اشعه الرزله والصعبه، ولا مش خصاص بالاكس ري ابدا، بالباراثورمون ليفل والهايبر كالسيميا، يعني مش خاصها باللاب يا حبايبي. لكن حصل خير. فتاني حاجه، لما تلاقي اسئله بتتكلم على كالسيوم فوسفورس، فكر قوي لا تكون الاشعه دي هايبر بار. يبقى انا اول مره من ساعه ما بدانا الاسئله والاخر الاسئله بتاعتنا ممكن توجهك للتشخيص. طيب لو جاب لك سكال بمالتيبل اوستيوليتيك ليجنز، يبقى دي مالتيبل مايلوما او مالتيبل ميتاستاسيز، والاثنين فور ديفرنشال دايجنوزس. تسمحوا لي ابص بس على الديزيزز، لسه الكرونيك اوستيومايلايتس مهمه قوي قوي قوي. تمام، الكرونيك اوستيومايلايتس. بص يا حبايبي، من الاشعه الصعبه، انا عايزك لما اقول اشعه صعبه انا ما حصرتهمش، فعلى جنب يبقى اكتب كده جدو علي قال ايه الصعب، عشان وانت بتبص على حاجه عينك لا يكون دي من الصعبه. إذا خطر في بالك الصعب غالبا هتشخصه، مشكلة ما بيجيش في بالك. إيه سخافة الكرونيك أوستيومايلايتس؟ هذا فيري إيزي الحقيقة. إن أنت البون إكسباندد، ما كبر، ما كرونيكلي إنفليمد، وبعدين أدي العظمة أهي وكبرت شوية كده. وبعدين في بون ديستراكشن، حتت كافيتيز. وفي نيو بون فورميشن، ففي سكليروزيس. احيانا تكون بقى راجل مبارك فتلاقي لها كلاسيك انفوليوكرم موجود وسيكويسترم، يا ريت، وبقيه العظمه تلاقي فيها ريفاكشن برضو وسكليروزس. لو جاب لك فوت وحتت من العظمه ممسوحه، دي خلاص دايابيتك فوت انفكشن، دي سهله، يبقى كرونيك اوستيومايلايتس مع دايابيتك فوت. فدي الكرونيك اوستيومايلايتس تيك كير منها. الفراكشرز اسهل اشعات، مش محتاجه طب، ده اي واحد بيشوفها يا عظمه مكسوره. دورك تعرف او تكومنت على الاتي:
تكومنت اولا الفراكشر فين، التروما لو كان في تو بونز تيبيا فيبيولا، لو لو اتنين مكسورين في السيم ليفل يبقى دايركت تروما، لو ديفرنت ليفلز يبقى ان دايركت تروما. كمان تقول يا ترى ريسنت ولا اولد، اعرفها ازاي؟ لما تلاقي بدايه كالاس فورميشن يبقى دي اولد. اربعه لو في لاين اوف تريتمنت هتكومنت عليه وده معمول وايه الكومبليكيشنز بتاعته الى اخره. لو جالك هيمي ارثروبلاستي دي فين دي في منهجنا يا جدعان؟ انت شرحت المنهج ما شرحتهالناش منك لله. لا يا حبيبي، الهيمي ارثروبلاستي عنوانها نيك فيمر انترا كابسولر، ويسالك اكن انت فاهم ان العنه دي او العيان ده راجل الدرلي ومكسور تريفيال تروما كل حاجه نيك وكومبليكيشنز بتاعتها، بيتكلم على مين؟ على نيك فيمر انترا كابسولر. دي الفراكشرز تست تشوف هي طالعه كومبليت ولا انكومبليت، يعني جرين ستيك ولا لا. يعني بالاخر عايز اقول انه الفراكشرز اشعات سهله، وانا اظن ان احنا نخلي كل الميسيلينيس في شابتر عندي اسمه سيلينيس في الاخر كده كل دون على السي دي مباشره، لسه الانجيو بس. لا ده الانجيو مهم. عاشت الاجيال مستصعبه الانجيو قوي قوي. ما بحبش اطول عليكم، لا ده ما شاء الله ما شاء الله. عاشت الاجيال مستصعبه الانجيو رغم ان دي اسهل اشعات في الدنيا. جاي ماشيه في انبوبه صباع محشي وقفت في حته بس، ومش محتاج انت تقول لي بقى ترى ده بناين ولا مالجننت ولا ده بوست كوروزف بلع بطاس في الشريان خالص، ده بلوك وخلاص خلصت بلوك بقى، ده اسكيميا في الحته دي انتهت. طب ازاي اعرف ان الانجيوجرافي دي ده عين سيفير ولا مايلد ولا مودريت؟ ها غلط، كلهم سيفير يا حبايبي. ما انا ما دام عملت انجيو يبقى سيفير، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا حبايبي، طيب يبقى كلهم سيفير. انا عايزك تعلق في الانجيو على حاجات، نوع الاستادي ايه هي، انا وصلت ازاي للارتيريال سيستم، والكلام اللي بقى كونفنشنال دلوقتي ده بتسال فيه كتير، لكن وانا هدرسه لك، ولو انا احط الامتحان انزل لك منه تقول يا دكتور يا حرام عليك مش بقت سي تي اي. الحقيقه سي تي اي لما انت لو اتعلمت دون هتعرف تلاقي سي تي اي وام ار اي سهل جدا جدا جدا. فعايز اقول بعلمك ازاي عينك تشوف، ما فيش عندي اي مشاكل يعني. طيب وهبقى اجيب لك سي تي ايز وام ار ايز بره بعد السي دي. انا قلت هنشرح السي دي الاول بعد كده نعمل كم محاضره كده في اشعاعات زياده، يا رب نلاقي وقت باذن الله. هنلاقي ان شاء الله، بس هل نلحق السنه دي اللي هي اللي دفعه 2018 داخله تمتحن؟ مش عارف هلحق اضيف لهم حاجات تانية كتير او لا، لكن ده كويس وده ساتسفاكتوري وان شاء الله كويسين يا اولاد. ارجع اللي عايز اقوله، فوصلنا ازاي نوع الاستادي، اتنين انت شايف البلوك فين، بقيت الاسئله نظري خلاص. ده عين غالبا اثيروسكليروزس، بسألك على كلينيكال بيكتشر بكل حاجة على كرونيك اسكيميا بلدي. يلا يا سيدي ارسم معايا الرسمة الشهيرة جدا اللي رسمناها ألف مرة لما كنا في الفاسكولار زمان. يلا ادي اورطة، ادي كومن ايليك، ركزوا قوي، شرح الانجيو مهم، ركزوا قوي. ادي كومن ايليك، ادي انترنال ايليك، ادي اكسترنال انجوانا ليجامنت. انت مش هتشوفه بس متخيل مكانه، ما انت عندك سيمبل بيوبس هنا، بيوبك تيوبركل تحتيه بخمسة سنتي سوبرفيشال فيمورال وبروفاندا اسمه المهم يعني، وادي برانشاته، وبعدين اهي مكملين كده، وادي بوبليتي. انا عايز ارسم بس بروفاندا من بره، مش فارقه خالص يعني، الحاجه ده جراماتيك اللي برسمها دي. ادي بروفاندا من عند النيه قبليها بشويه بوبليتيال، تحت النيه اتقسمت، ده الصوره. وكده الناحيه الثانيه، انا دلوقتي عنده اسكيميا ليفت لور ليمب، عايز اصور له ارتيريال تري سيفير، حسيت فيمور لقيته كويس، هخش في الفيمورال ده مباشره باشعه اسمها دايركت ترانسفيمورال انجيوغرافي. هلاقي الصوره مصوره ناحيه واحده، الضيف ناحيه واحده، همشي مع التري فين الوقفه؟ مبروك. لا انا جيت العيان ده بحس فيمورال ما لقيتوش،
حسيت الناحية التانية لقيته فاخش من الناحية التانية. الكلام ده في النظري بس بيمد بسرعة لغاية ما القسطرة طلعت في الأورطة وحقنت الضاي هتنزل على الناحيتين اسمها ريتروجريد ترانسفيمرال أورتوجرافي، وغالبا هلاقي البلوك في الناحية التانية فوق مستوى الفيمورال عند اكسترنال إيليك غالبا. طيب ممكن الاقي بلوك في نفس الناحية تحتينا ملعقت لها حاجة سيستيميك ديزيز صح. طيب لا ما لقيتش لا ده ولا ده، هخش بالإبرة دايركت ترانس لامبر أورتوجرافي. لا ما لقيتش ده ولا ده ولا ده، يعني بالدوبلكس قال ده لور أورطة مقفول، هخش ترانس بريكيال ودكك قسطرة لغاية الأورتك أرش لغاية الأورطة وانزل بيها من فوق هتلاقي عند الدايفراجم قسطرة عاملة كده لفة كده وتضيع الناحيتين اسمها ترانس بريكيال أورتوجرافي. يلا بقى ازاي نعرف نوع الاستادي؟ اول حاجة لقيت الضيف ناحية واحدة، بص في الحتة هتلاقي حتة ما هي القسطرة بين شريان ابيض برضو هتلاقي حاجة بيضة طالعة برة الاشعة صرفية هشاور لك اقول لك هي دي، تقولي شفتها ازاي يا راجل ما انا بدور في كل الدنيا هي هنا وانا قاعد ابص في كل السبورة ترى كانت راحت فين، ابدا هي هنا. طب لقيت الضيعة على الناحيتين ابتدي ابص بقى يا ترى في الابرة دي بتبقى واضحة جدا لا، طب في الابره دي ريتروجريد لا، طب دي لا، لو ما شفتش ولا واحده منهم صح ما شوفش يكون الصوره مش باينه حاجه منهم قوي خلاص حصل خير يبقى ده اورتوجرافي وخلاص، يا اما لا ده ريتروجريد ده ترانس لامبر ده ترانس بريكل هكومنت ادي نوع الاستادي. اتنين اكومنت الضي وقفت فين اسهل ما يمكن مش قوي في نقطتين هقول لهم دلوقتي. يلا ماشيين معايا مصحصحين في الشرح؟ طيب اول حاجه دي بالمناسبة الكولاترالز عمري ما هعلمها لك صعبة جدا ولا محتاجينها، هو سيفير وخلاص، هو عنده كولاترالز رائعة بس هو سيفير، ما عندوش كولاترالز بس هو سيفير مش محتاجها في حاجة. طيب المهم وقفنا هنا يبقى اسمها اورتو ايليك بلوك، طب وقفنا هنا سهلة جدا ليفت كومن ايليك بلوك، طب وقفنا هنا ركز معاي ليفت اكسترنال ايليك بلوك، لا محتاج تك يا دكتور هتلخبطني انا ممكن احسب ان الانترنال ايلياك ده هو اكسترنال، اقول لك لا يا حبيبي الاكسترنال دايركت كونتينويشن انترنال مش كده، انا بقى بقول لك انا كذاب الكلام ده بدرس نظري دون ولا هتشوف، انت هتشوف دون دايركت كونتينويشن فده مش تفريق الغيه من دماغك، هقول لك ده دون لو برانشات ده ملوش برانشات برضو كذاب ليه؟ لان انت ماشي اهو ما تحسب ده الاكسترنال ايليك وده برانش وده طالع منه انترنال ايليك، لكن الفرق الوحيد واضح جدا ان الانترنال ايليك بيخلص في البلبس والاكسترنال مكمل للانجوينال ليجمنت بس، وده الحقيقه ما عمرك ما هتتلخبط بين انترنال واكسترنال خلصنا. انما نفس المصيبه دي هتقابلنا هنا بقى، يلا نكمل مع بعض لسه. الضيمة جت وقفت عند البوبليتيال سهلة جدا رغبة لخبطكم معرفش ليه تلاقي الضي وقفت بوبليتيال كان بوبليتيال بلوك بوبليتيال بلوك لا انا حسيت انها لسه هتكمل سيبها تكمل يا حبيبي بتكمل في الدور الثاني لا مش هي كده انا بديك صورة وقفت. بالمناسبة القواعد العامة اذا عمل لك داتا شو هو حاطط الاشعة معدولة احيانا يكون مصورها مقلوبة خد بالك مالكش دعوة انت على العدلة اللي هو حاططها اشتغل خد بالك قوي من رايت وليفت يبقى لو ادالك الاشعة في ايدك عليك تعرف ازاي تعدلها ما شرحتش دي خلاص انما لو حطها لك في صورة لو سمحت خلاص زي ما حطها دي عدلتها اللي فوق فوق واللي تحت تحت يمين يمين شمال شمال. طيب نرجع فهو حاطط لك صورة وضاي وقفت على بوبليتيا خلاص يبقى هي دي الوحيدة الصعبة هي دي تسمحوا لي امسح كل الصوره دي وارسمها شويه اللي هي السوبرفيشال فيمورال بلوك مش صعبه ولا حاجه لكن هناخدها مع بعض. ادي كومن فيمورال ادي سوبرفيشال ادي بروفاند اشهر بلوك في الدنيا سوبرفيشال فيمورال. هو ايه الفرق بين سوبرفيشال وبروفاند؟
السوبرفيشال دايركت كونتينويشن غلط. ما اتفقنا بقى هيبان لك ده دايركت كونتينويشن. طب دون لو برانشات ده لا انت هتحسب ايه لو انا ده اتقفل؟ هتحسب الاتي. ابص ارسمك اهو، ادي كومن فيمورال، ادي بروفاندا. بروفاندا خلاص منها السوبرفيشال اتقفل، وده برانشات طالعه منه هنا وده كده، فهتحسب ان هو ده السوبرفيشال فيمورال ودي وده بدايه البروفاندا. عرفت اقولها؟ يعني البروفاندا اللي باقي لك، وبالمناسبه ما فيش حاجه اسمها بروفاندا بلوك، وما تدورش على البروفاندا في العادي، مش مشغولين بيه. الثاي لا يموت، ارجع للفيلم بتاعنا الشهير. انما البروفاندا وعلى طول بيتنت، انما البروفاندا لما بيتقفل سوبرفيشال فيمور بيبان كويس قوي. في وجود سوبرفيشال فيمور حمقش باين، مستخبي وراه مش باين قوي، فلما بيبان تحسبه هو المين تراك، هو ببرانش كبير منه ده سوبرفيشال فيمور، وبرانشات من اللي طالعين منه هي دي بقى البروفاندا. عرفت اقولها؟ طب ونعرفها ازاي يا جدو علي؟ اللي فات كانت سهله، ده بيخلص في البلفيس، ده لا، البروفاندا بيخلص في الثاي، تلتين الثاي، لكن كتير قوي صور لك الصوره كده هنا، يعني الصوره نفسها واخده بس الابر هاف ثاي. طب افرق ازاي؟ مالهاش غير حل واحد، ان عينك تعرف السوبرفيشال فيمورال من البروفاندا، ودي دورنا على السي دي. عينك تعرف السوبرفيشال فيمورال من البروفاندا، ودون دورنا على السي دي. هتعرفوا ده لا ده بروفاندا، لا ده سوبرفيشال فيمورال. ويخش عليك واحد من اصحابك وليه ده مش سوبرفيشال فيمورال وشكله، تقول له مش عارفش، هو ده كده. لابد تتدرب على دي بعينيك ضروري. غير كده لو علمت لك نظري ده ملوش برانشات، ده لو ده كونتينيوشن، الحقيقه الكلام ده هيلخبطك جدا جدا. اسئله الانجيوغرافي تبقى جاهز بيها دايما. الليفل اوبستراكشن ده البين بيحصل فيه فين؟ الايتيولوجي ايه؟ نوع الباي باس اللي انت محتاجها تبقى ايه؟ المسلينيس كله هناخده ان شاء الله على السي دي على طول. متشكر جدا يا حبايبي، خلصت محاضرتين كانوا مهمين قوي قوي، وان شاء الله باذن الله نبدا في السي دي. ربنا يبارك في وقتنا ونلحق. شكرا شكرا، يا رب يخليك وافرح بيك واطمن عليك، ربنا يسعدكم يا رب.